روى صارت موجوده معنا باستوديو، كل اللي حابين يطرحوا عليها اي سؤال اكيد الاتصال بايدكم. على صحة السلامه. صباح الخير روى. صباح الخير غيدا، وان شاء الله بدايه اسبوع حلوه لك ولكل اللي عم بيتابعونا كمان. انت شو رقم حظك؟ ما بعرف، ما عندك رقم حظ. انا اليوم سائل المشاهدين شو رقم حظ. شو رقم حظ؟ شو بغري 21؟ ايه؟ فهمنا 21 رقم الشاف، عم بكتب كنت للمشاهدين. بتعرفي هلا خطر على بالي انا بحب رقم 3، بلكي بعمله رقم 3. انت حزقانه نهار بنهار 3؟ لا بس انا ثالثه بالبيت. شفتي كمان ايه، بلكي هيك العلاقه. مشان هيك عم بسال كمان. ايه اليوم عم شوف المشاهدين شو رايهم. هلا كنت عم حط له انه رقم حظ 8 ورقم الشاف حظه 21، فهموا المشاهدين. حطيني انا 3 رح اكتبها 21. رح ناخذ اول اتصال وقبل ما نفوت بالموضوع مواضيع اللي حطيتيها من قبل كمان محددتيها. رولا عم تحكينا. الو صباح الخير. الو بونجور. بونجور رولا، تفضلي عم تسمعك ريوا. هاي رولا. الو. هاي. هاي. كيفك؟ الحمد لله. تفضلي. هاي. معي بس بدي اسالك، انا عندي ابني عمره سنتين، هو انا حاطته بجرجري، بس اخذه بحس انه طوله بنيته جسمه كانه ولد عمره سنه سنه ونص. أوكي. اكله خفيف معلق بالبيبرون كثير. ايه. ما رضع كثير لعمر 40 يوم وبطل رضاعه. اوكي. عم بيصحوني اخذه عند دكتور مشان نشوف طوله يعني وهيك، فحابه استشيرك بس بهيك موضوع شوفي. اوكي هلا طبعا هيدا الشيء فيك تبلشي منه عند البيدياتريشن او طبيب الاطفال تبعه. أوكي. ما انت عندك دائما زيارات؟ اكيد انا باخذه دائما، ودائما كل ما بروح لعنده بيقسله طوله، اذا كان طعم او شيء. ايه؟ يعني بشدد بس على الطول وعلى الوزن. شو بيقول لك؟ اللي بعده نورمال ابنك، بس انا حسب ما بشوف. ايه؟ ولا انه بحسه طوله طول الولد عمره سنه. هلا ما بدك ينشغل بالك لانه في عندك العامل الوراثي، في عندك نمو كل طفل بيختلف عن الثاني، المهم انه هو ضمن المعدل. يعني طوله ضمن المعدل اللي لعمره حسب التشارت اللي بتكون للاولاد، اكيد فرجاك اياها الطبيب. ووزنه كمان ضمن المعدل، فما مفروض ينشغل بالك. بس اكيد كمان يعني جربي انه انتبهي على نوعيه اكله، انه يكون عم بياكل من كل شيء، عم بتنوعي له، عم تهتمي انه ما يقفي وجبات، ما يستبدل مثلا اكل وجبه او شيء بانه ياكل شوكولا وتشيبس ويلقمش، بس غير هيك ما مفروض ينشغل بالك. واكيد طبيب الاطفال يعني لحتى تبلشي تفكري بقصه اذا بدك تعطيه او ينعمل شيء مساعد للنمو، يعني مفروض الطبيب بيقول لك باي وقت، ما فينا هيك نعمم ونقول نروح نعمل شيء بدون اذا ما كان في حاجه له. اوكي؟ شكرا رولا. نبدا مع اول موضوع. نبدا مع اول المي. موضوع خزان المي. بس الله يسترنا السنه يعني مع مشاكل المي من صح. من قد ما قلت الامطار السنه يعني يمكن اقل معدل بكل السنوات الماضيه بالمقارنه مع صحيح. قبل مزبوط. بس قبل بدي اقول عن سؤالين. اول شيء محمود الراعي سالنا على الفيسبوك انه والدته عندها فشل بالكبد وبدايه تشمع، فعم بيقول كيف فينا نساعده بهالموضوع. انا اكيد محمود رح اسال وين في مراكز او جمعيات ممكن تكون عم بتقدم خدمات او مساعدات للاشخاص اللي عندهم مثل حاله والدتك، فانا بجاوبك ان شاء الله تنين الجاي. وسؤال ثاني الاسبوع الماضي خلينا ناخذ اتصال. يعني خلينا ناخذ اتصال. هبه الو صباح الخير. الو بونجور. بونجور تفضلي هبه عم تسمعك رواء. بليز بدي اسالك على نظام الديتوكس اذا عندك معلومات عنه، وشو رايك فيه، وشو الاشياء المسموحه وشو الاشياء الممنوعه فيه اذا بتريدي. اوكي هلا لحتى يعني يكون عندك جواب كامل وبالتفصيل انا بحولك لعند كارلا فيها تعطيكي تفاصيل اكثر. بس اللي بقدر اقول لك اياه انه ممكن نعمل ديتوكس بس مش بصوره عشوائيه، يعني افضل نكون استشرنا اخصائي او اخصائيه تغذيه لحتى ما نكون قطعنا عن جسمنا. يعني هي بده يكون في لها وقت محدد، بعتقد 3 ايام على حد اقصى، او اذا على فتره اسبوع بس تكون بطريقه كثير مدروسه، يعني نكون عم ندخل كمان اطعمه مش بس على السوائل. فبفضل انه ما هيك نجاوب بصوره عامه، لانه اولا تختلف من شخص لشخص بحسب وضعه هو قد ايه قدره احتماله، وافضل انه يكون دايتيشن عم بيعطيكي التفاصيل كلها. فانا هلا بقول لكارلا وبلكي بتقدر تعطيكي معلومات اكثر عن هالموضوع، ما بعرف اذا بحلقه اليوم او هذيك مره. كمان اجاها سؤال عن الديتوكس هلا. مزبوط كثير ناس قبل الصيفيه بيعملوا ديتوكس، بس انت كمان يعني مش بس بدنا نتكل على الديتوكس، بدنا نتكل نتحرك. هيدا هو السر انه نضل عم نعمل اكزرسايز قد ما فينا لحتى يضل جسمنا عم بيحرق اكثر. اوكي
السؤال الثاني. السؤال الثاني ريتا الاسبوع الماضي اتصلت وما ما يعني ما لحقوا يحولوا لي اياها لان خلص الوقت. ريتا صار عندها سرطان بالثدي وتعالجت وعملت كيموثيرابي وراديشن اشعه وعم بتقول شو التغيرات الحمد لله ويعني شفيت وعم تقول شو التغيرات اللي بدها تصير بحياتها بعد هالمرحله. سؤالك كثير مهم ريتا لانه امور كثير تغيرت وخصوصا انه بعد العلاج عندنا اتصال. أيه. اوكي ناخذ الاتصال ومنكمل بسؤال ريتا. جينا الو صباح الخير. جينا لعندك يا جينا. جينا تفضلي. حظي 13. رقم حظك 13؟ في حدا كمان حاطط هيك مع انه في ناس بتشاموا منه بس هو رقم حظه 13. شكرا لك يا جينا. تفضلي كمان رواء عم تسمعك. اوكي ستنا. انا سؤالي عندي ابني عمره 5 سنين. نعم. اوكي بس المشكله فيه انه بحب الاكل كثير نون ستوب يعني بالمطلق بياكل بحب الاكل غرام بالاكل. معه حق. وزنه كيف يعني عنده وزن زيك؟ جينا يعني على المعدل وشوي زيد شوي عن المعدل. لا زياده عن المعدل بشوي بس منه مشكله. اوكي بس انه عندي انه انا بصير بعطي انه كان متبخ خلص انه بدي باكل منها وشو عم تاكل بدي اكل اشرب عنده لذه الاكل يعني. اوكي فأي في مشكله او في مثلا شيء انه خفف له بنوعيه الاكل او بدك تنتبهي على النوعيه انه اوكي عم بياكل اكيد بدنا نراقب الكميه بس كمان النوعيه انه ما يكون كلها قصص ما بتفيد يعني قصص بس لا ماشي كيف ما كان. بتعرفي الاولاد بهالعمر بحبوا كثير قصص السناكس وقصص الشيبس والشوكليت وكل هالقصص والكانديز كل هالامور. أوكي. فبس بدك شوي تعملي يعني انتباه على هالموضوع وبطريقه انه منلهيه باكتيفيتي منلهيه بشي يعمله ما يكون تركيزه كل الوقت على الاكل يعني وقت بده لا مش تعا نلعب هاللعبه تعا نقرا هالقصه تعا نعمل شيء تعا نطلع نتمشى نلعب فوتبول ما بعرف. عرفتي يعني جربي الهي وطالما واهم شيء انك انت عند البيدياتريشن عند طبيب الاطفال عم بتتابعي وزنه انه ما يكون يطلع كثير فوق المعدل لانه ما بدك اياه يصير عنده وزن زايد لانه اكيد هيدا الشيء مضر لصحته. يعني انا لانه هن توينز اساسا واحد وزنه بال 17 والثاني بالعشرين وقفز عليها يعني. هلا أيه. بتقلي انه نسبة الوزن صفى هلا هيداك وزنه على معدل بس انه اكول أيه. وبطيء كتير يعني صليت بخلص صحنه بيير لنقول وبدي بعد لك ماما ما عم تاكل ما خلص صحنك اسكبيني بعد انه عنده غرام الاكل. ايه بس بدك تجربي انت شوي يعني هيك بشويه تحايل تضبطي الكميه واكيد تراقبي اي نوعيه اكل اللي عم بياكله. اوكي رح ناخذ سمر كمان. سمر الو صباح الخير. الو صباح الخير. صباح النور سمر تفضلي عم تسمعك رواء. ايوه سمر صوتك رايح؟ ايه والله مطحون مريضه. سلامتك يا سمر. مريضه سلامتك يا سمر. كل العالم هيك هلا. الو سمر انقطع الخط. كان رايح صوتها وانقطع. عم تحكي من الدنمارك سمر كمان. آه. عن جد ثانك يو انك اتصلتي وبليز اذا بتقدري تلحقي هلا ترجعي تتصلي انا ناطرتك. اوكي أكيد. بس أكيد. رح كمل لريتا. نعم. بدها تنتبه لشغله انه هلا جهاز المناعه عندها اضعف فبدها تنتبه كثير من الانفكشنز بمعنى تحضير اكلها تغسل ايديها كثير منيح يتغسلوا الخضره والفواكه كثير منيح اذا طلعت على مطعم ما تاكل اكل مش مطبوخ جرب تتجنب السلطات اللي يعني اي اكل منه مطبوخ يعني فريش جرب تتجنبه برات البيت بالبيت هي تحضره وبالعكس لازم بهالمرحله تاكل كثير خضره وفواكه وتنوع باكلها تبتعد عن الفات لانه الفات نحن ما بدنا يصير عندنا نكسب فات كثير بجسمنا ويزيد وزننا لانه بيزيد من احتمال انه يرجع الكانسر يعني كل ما كان مخزون الفات بالجسم اكثر كل ما صار في احتمال انه هيدا اذا بدك عامل من هو اساسي لكن من العوامل اللي ممكن تساعد انه يرجع او يصير الكانسر بالمبدا وخصوصا مضبوط بالبريست كانسر او سرطان الثدي. بعرف بعد العلاج بتكون عندك تعب كتير جربي شوي شوي تعملي رياضة مش ضروري بقوة إذا طلعتي تمشيتي شوي جربي شوي شوي تبلشي حركة وتكفي فيها اولا بتساعد لك نفسيتك مشان ما تمرقي بمرحله تحسي حالك صح. داون او يأساني ثانيا بتعطيكي نشاط وقوه واكيد عندها كثير فائده ل اكيد تحمينا من مشاكل صحيه كثير ووحده منها كمان بين افادتها لسرطان الثدي. روى تركت سمر من الدنمارك سؤالها تحت الهواء كمان عم تقول انه هي صار لها شهر للاسف مريضه وعم تعمل كل التحاليل والفحوصات اللازمه وما بين بعد ليش يعني كمان لها سبب اتصلت فيك بس شو مرضها ما قالت لي هيئتها مقربه كانها او كثير
مرشحة لأنه صوتها رايح. أوكي هيدا ذكرت أكثر بالتفصيل شهر. يعني ذكرت لنا أكثر شيء تفصيل عن مرضها ولا لا؟ بس قالت إنه مريضة هيك صار لشهر يعني مثل جريب إنه سعلي ما في تفاصيل كأنه في جريب وسعلي يمكن لأنه في صوت رايح يعني مثل ما سمعنا من صوتها. أوكي. سلامة قلبك يا سمر. سلامة قلبك سمر. هلا أكيد ما يعني هيدا منا نحن بوضع نشخص هيك بالمطلق بس أنا بقدر أقول لك شو الاحتمالات وبقدر أقول لك إنه ترجعي تستشيري أي اختصاص. هلا ممكن احتمال يكون نوع من الحساسية اللي هي عم بتطول عليك لأنه مرات الحساسية كثير عوارضها بتشبه عوارض الجريب او الانفلونزا من سعله من تعب من بدمع عيونك بسيل الانف سعله قويه مرات بتحسي مع بلغم بدك تشوفي قصه الحساسيه فيك تستشيري طبيب مختص بامراض الحساسيه او بدك تشوفي شيء بالجهاز التنفسي ممكن يكون في نوع من الالتهاب المزمن او انفكشن يعني في التهاب مزمن وبدنا نشوف هل هو بدل على شيء ثاني يعني مرات بنقول بنشوف اشخاص انا طبعا مش عم شخص بس عم بقول احتمالات بيكون سعلي على فتره كتير طويله بيرجع ببين انه في مشكله بالرئه معينه او في نوع من الورم عم بيصير بقى ما فينا نشخص بس انا اللي بقوله فيك تبلشي مع فاميلي دكتور طبيب عائله او طبيب حساسيه هدول بنبلش من عندهم ومننا من نرجع بنعمل يعني باي اليمينيشن نرجع بنشيل بيوجهونا بالاتجاه اي فحوصات بدنا نعملها واكيد كمان نشوف الجهاز التنفسي والصدر روى كمان عنا اتصال نديلة الو صباح الخير الو بونجور بونجور تفضلي ايه نديلة نديلة حلو غريب الحمد لله مش الحال تفضلي عم تسمعك روى انا مدام روى بدي اسالك عندي كثير فقر دم ونقص حديد وقلي زمان بتعالج يعني باخذ دواء حديد وهيك وهلا عم باخذ فينوفير بالمصل بس ما عم بستفيد على طول عندي دوخه وهدت حيل وهيك تعب يعني ارهاق وهيك ايه انا ست بيت اوكي بس هلا اخر شيء يعني قال حكيم انه جسمي ما بيمتص الحديد هل يا ترى انه معقول نوعيه الجسم هيك؟ الحقيقه بدنا نشوف ليه في سبب جسمك ما عم بيمتص الحديد، يعني هون انا برايي ارجعي شوفي طبيبك لانه هو بيعرف وضعك افضل، يعني خليه يشرح لك اكثر شو اللي عم بيصير وقد ايه شو العلاج الانسب لإلك لانه ما معقول يضل في فقر دم هيك ما يتعالج. هلا يعني. انا اخر شيء رحت لعنده الحكيم. اوكي. اللي اسبوع. اوكي. وقال لي هي طبيعه جسمك بقدرك تاخذي حديد على كل عمرك. اوكي اها طيب يعني بس لما عم تاخدي حديد عم بيرجع يوصل للمعدل الطبيعي؟ لا ابدا اوكي ابدا طب يعني انا بدي اسالك اذا ايه؟ في انه مثلا شيء عامل بالجسم مثلا ما بيخلي الحديد يمتص اوكي طيب هيدي بحكي لك عنها بالتفصيل اكثر تنين الجاي اذا في اي مسببات ثانيه ممكن توقف ضمن يعني او تحول دون امتصاص الحديد بس انا برايي رجعي احكي مع طبيبك وافهمي منه اكثر يعني خليه يشرح لك اكثر وضعك شو وجربي شوفي الخيارات اللي عندك لعلاج افضل اوكي لتاخذي نتيجه افضل لتوصلي لمعدل الحديد الطبيعي بس انا تنين الجاي بجرب احكي عن هالموضوع اكثر اكيد وان شاء الله تعطيها كمان بعض البدائل او الاطعمه اللي ممكن تساعد على امتصاص الحديد كمان بالجسم تنتظرك الثانيين اكيد روى شكرا لك رح نتابع محطاتنا بعد لحظات ورشه ملح مع الشيف شادي وخفيف نضيف مع كارلا خليكن معنا